بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة جايين نتكلم مع بعض عن أحد الدروس الكلينيكال المهمة جدا، ونصيحة من أخوكم. أنا عايزكم تحبوا كلينيكال وتعرفوا عن ايه كلينيكال، لأن الدروس دي والله العظيم هتاخدوها السنة الجاية في سنة تالتة بالتفصيل، وهي هي نفس الكلام اللي عليكم دلوقتي هو نفس الكلام في سنة تالتة، بس في سنة تالتة هو يعني ايه فرش الكتاب شوية، يعني حط شوية صور على كلمتين ثلاثة زيادة. والله هم نفس الكلام، يعني ما هقول لك الكلمتين الثلاثة الزيادة اللي هتاخدهم في سنة تالتة، وهم أصلا بيقولون في الشرح تمام، يعني هو نفس المنهج في سنه تانية، هو نفس المنهج في سنه تالتة. اتقنت منهج سنه تانية هتروح تريح دماغك خالص في سنه تالتة. ده نصيحه يعني، وخلي بالك يعني عود نفسك على الكلينيكال، يعني ما تخليش الكلينيكال ده يعني حاجه فظيعه قدامك، عشان لما تيجي بقى السنين الكلينيكال سنه تالتة الترم التاني وبدايه رابعه ان شاء الله ما تحسش ان الوضع غريب عليك تمام. يلا بينا نبدا، صلي بينا على النبي كده، كل واحد يصلي على النبي ويركز معايا. اللي مش عاوش اللي مش معاه كوبايه شاي يقوم يجيب كوبايه شاي، واللي ما بيحبش الشاي يقوم يجيب قهوه، واللي ما بيحبش الاثنين يقوم يجيب نسكافيه، واللي ما بيحبش اي حاجه خالص يقوم يروح تمام. اول حاجه مع بعض هنتكلم عنها درس اسمه اليوفيايتس. يوفيايتس ايتس معناها انفلاميشن في اليوفيا. يعني ايه يوفيا ويعني ايه بقى الكلام ده؟ يوفيا ده او حاجه اسمها اليوفيال تراكت، ده عباره عن جزء كده في العين، في جزء منه قدام اللي هو الايريس والسيلياري بودي تمام. الايريس ديت ان انت اسمها قزحيه العين، لما تيجي تشوف عين الواحد كده تقول ايه ده عينه زرقاء تمام، لان انت بتبان اللي هي الحته كده اللي بتبان ملونه دي تمام، بيبقى فيها بيجمنت، دي اسمها الايريس. والسيلياري بادي وده فيه جزئين، حاجه اسمها البارس بلايكاتا وحاجه اسمها البارس بلانا. خد الحته دي ليك، ايه بلانا وايه بلايكاتا، ديت اسامي كده هيروغليفيه تمام. طبعا مش اسمها هيروغليفيه ولا حاجه، انا بهزر. البلايكاتا معناها ان هي فيها ايه معرجه كده تمام، اما البلانا اللي هي مستويه تمام. دي اجزاء السيلياري بادي، وديت الاجزاء بتاعه الانتيرور يوفيال تراكت، وفي اجزاء ورا خالص بتبقى في الحته دي كده عند ورا الفيتراس اللي هو ده تمام. دي بتبقى ناحيه الكرويد، وممكن تيجي جزء من الريترا تمام. نبدا مع بعض. اول حاجه عندك بتعريف اليوفيايتس. اليوفيايتس هي عباره عن انفلاميشن في اليوفيال تراكت. قلنا اليوفيال تراكت ده ايه؟ هتيجي تبص عليه في جوجل وهتلاقي بيقول لك ايه، هو طبقه ما بين الاوتر والانر لاير. قصده بيها ان هي طبقه ما بين الكورنيا اللي هو الجزء اللي بره ده تمام، والانر لاير اللي هي الريتنا تمام، يعني منطقه في النص كده تمام. ده قصده بالتعريف بتاعها يعني، عشان لو قريته في اي حته. بيقسموا الانفلاميشن بتاع اليوفيال تراكت ديت على حسب كذا حاجه. في ناس بتقسمه على حسب الاناتومي تمام، وفي ناس بتقسمه على حسب الكلينيكال، وفي كلينيكال بيكتشر يعني اللي بتظهر، وفي ناس بتقسمه على حسب ايه السبب اللي هو ايتيولوجيكال تمام. فنبدا مع بعض. اول حاجه هنقسمه على حسب ايه؟ على حسب الاناتومي. هنقسمه اناتوميكال كلاسيفيكيشن، يعني اتقسم معانا اناتوميكال كلاسيفيكيشن لثلاث حاجات، واحد اسمه انتيريور يوفيايتس، واحد اسمه انترميديت يوفيايتس، واحد اسمه بوستيريور يوفيايتس. دي الثلاث تقسيمه، واحد شامل كله خالص اسمه البانيوفيايتس. البانيوفيايتس ده شامل الانتيريور والانترميديت والبوستيريور تمام. بص الصوره دي كويس، خلي بالك انا قبل ما نبدا انا عايزك تعرف معايا دي الكورنيا تمام. ولما تيجي تشوفها في العين كده هي طبقه شفافه خالص، يعني بتبقى مغطيه العين من قدام كده، فما تقدرش تشوفها يعني بالعين المجرده كده، عاوز واحد حريف شويه يعني. بتشوفها طبعا بالعين المجرده، بس انت لو قمت يعني دلوقتي وشفتها يعني مش هتعرف على سنكو ده يعني تمام. لكن السنه الجايه ان شاء الله وسنين بعد كده هتشوف الكورنيا زي ما انت عاوز يعني، وان شاء الله وتخصصت رمد يعني هتشوف الكورنيا. بعد كده خالص ورا الكورنيا في بيوبل اللي هي بتفتح وتضيق كده، ما تجيب النور قربه من عينك هتلاقي عينك بتضيق كده، وابعد عن عينك هتلاقي عينك بتوسع، دي تلاقي حركه البيوبل. وراها هتلاقي اللينس اللي انت بتتحرك فيها ده كله في الاتجاه ده، انا بتكلم الاتجاه ده، دول في الاتجاه، دول ورا بعض تمام. وبعد كده بقى عندك على الجناب هتلاقي في حاجه اسمها السيلياري بودي تمام، ودي الزونيولز، ودول اللي طبعا بيتحكموا في الحجم بتاع اللينس، ودي مهمه جدا جدا في امراض بعد كده، حاجه اسمها الايرور اوف ريفراكشن. وعندك اللي هي الايريس ديت اللي هي قزحيه العين. وخلي بالك برضو في هنا حاجه اسمها الانتيرو تشومبر، دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. في حاجه اسمها انتيرو تشومبر، وفي حاجه اسمها هنا ايه بوستيرو تشومبر. يعني ايه انتيرو تشومبر؟ يعني ايه بوستيرو تشومبر؟ الانتيرو تشومبر ديت المنطقه اللي لو اتسدت بيحصل فيها جلوكوما. ليه؟ لان هي المفروض انها بتسرب من خلالها الاكواس تمام، فالاكواس يعدي وبعد كده يروح على الكنال اوف شليم وبعد كده يتسرب الاكواس تمام. فانت خلي بالك ان الانتيرو تشومبر دي لو حصل فيها ليجنز، ده غالبا الليجن ده بيجيب لك جلوكوما تمام، والجلوكوما دي اللي احنا بنسميها الميه الزرقاء اللي في العين تمام. وبعد كده عندك البوستيرو تشومبر. طبعا الانتيرو تشومبر دي بتبقى موجوده فين؟ موجوده ما بين الكورنيا ما بين الايريس، اما ما بين البوستيرو تشومبر بتلاقيها ما بين اللينس والايريس تمام. دي شويه يعني حاجات بسيطه كده. وطبعا عندك طبقه الكرويد اللي هي بيبقى فيها البلاد فيسلز، وطبقه السكليرا دي طبقه يعني ايه بتبقى متينه شويه كده. وبعد كده عندك الريتنا تمام. الريتنا دي طبقه مهمه جدا جدا جدا، يعني فيها حاجه اسمها الماكيولا، ودي اللي انت بتشوف بيها. اول حاجه هنبدا بيها هي الانتيريور يوفيايتس. يعني ايه انتيريور يوفيايتس؟ قلنا انتيريور يعني في الجزء اللي قدام، الجزء اللي قدام اللي هو فيه اللي هو الايريس ده، هو اللي هو الجزء اللي فيه الايريس تمام، اللي هي المنطقه دي، والسيلياري بودي
تمام الايريس والسيريبر، ده اسمه انتيريور فيتس. فالانتيريور فيتس ده لو حصل الانفلاميشن في الايريس بس بنسميه ايريتس، تمام، ولو حصل الانفلاميشن في السيريبر بودي وخصوصا الجزء اللي اسمه بارسا بلايكاتا، تمام، هيحصل حاجه اسمها سايكلايتس. البارسا بلايكات ده برضو معلومه ليكم، ده الجزء اللي من السيلري بودي اللي مسؤول عن انتاج الاكواس هيومر، تمام، اللي هو السائل اللي بيبقى موجود في العين. ممكن يجيب الاثنين، يعني يجيب المنطقه دي كلها الايريس والسيلري بودي مع بعض، وده غالبا اللي بيحصل فيعمل لك حاجه اسمها ايريدو سايكلايتس، تمام. ده بالنسبه للانتيريور يوفيتس. نخش بعد كده على حاجه اسمها الانترميديت يوفيتس. رجعت ورا شويه وخدت الجزء الثاني من السيلري بودي اللي هو البارسا بلانا، تمام، وحته كده من الريترا، تمام، بنسميها البريفري بتاع الريترا، زي ما انت شايف اهي الحته الصغيره دي، دي اسمها البريفري بتاع الريترا، يعني اكستريم خالص، يعني حته بره متطرفه خالص يعني من الريترا، تمام. فلو خدت الحته المتطرفه من الريترا دي واللي اتبقى من السيلري بودي دي بنسميها انترميديت يوفيتس، تمام. ولو رجعت ورا خالص بقى، تمام، خدت ورا البوستيرو بوردر بتاع الفيتراس بيز، ده هنا قلنا قبل كده ده هنا الفيتراس بودي، تمام، البوستيرو بوردر بتاعه اللي هو الحته ديت، تمام، غالبا بقى بتوصل هنا، بتوصل للريتنا، تمام. طالما جابت الريتنا بتجيب معاها الكرويد كمان، تمام. اول ما تجيب الكرويد تلاقي الانفلاميشن في الكرويد وجايب حته من الريتنا، ده بنسميه ايه؟ بوستيرور على طول، ده حته ورا خالص، الريتنا دي منطقه ورا، تمام. فطالما جاب الريتنا، تمام، او جاب الكرويد، تمام، يبقى انت ورا، او هيجيب لك في الامتحان اللي هو ورا البوستيرو بوردر بتاع الفيتراس بيز. افتكر دايما ان انت هنا انتيرو شومبر بوستيرو شومبر، هنا اقوس على طول، اللي ورا ده بيبقى الفيتراس، تمام. فانت اول ما توصل ورا، تمام، في الفيتراس، اما يجيب لك سيره الفيتراس ده قال لك ورا الفيتراس، يبقى انا كده في ايه؟ في منطقه البوستيرو على طول، تمام، اللي هي البوستيرو يوفيتس. ده كده ثلاث انواع. ممكن بقى ايه يحصل في كل المنطقه ديت، وده يعني الله يعينك، يعني لما يكون واحد جايب له المنطقه كلها، ده بتحصل حاجه اسمها البان يوفيتس. بان يعني ده جايب كل حاجه، تمام. وده الانواع على حسب مين؟ على حسب الاناتوميكال كلاسيفيكيشن بتاعها، تمام. ودي يعني كلام سهل جدا، يعني بيجي لك ام سي كيو في الامتحان، تمام. اشهر نوع فيهم هو الانتيريور يوفيتس، واقل نوع فيهم حدوثا هو البانيو فيتس، تمام. ده الماوس وصل يا جدعان، انتوا وشكم بركه والله. نخش على الجزء اللي بعده اللي هي الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن. طبعا دي شويه صور هتوضح لك الانتيريور قوي، تمام، اللي هو جايب برده هنا الايريس والسيلر بودي اهوت، تمام. ودي صور اكتر للانترميديت اللي في النص، طبعا يعني مش يعني تبقى اكتر هنا يعني، تمام. ولو جاب ورا كده خالص يبقى انت منطقه ريتنا، ودي صوره اوضح اكتر اللي هو هنا انتيرور اهوت الجزء اللي قدام، الانترميديت تلاقيه جايب الحته من هنا كده، الحته اللي هنا، تمام، والبوستيرور ورا خالص، تمام. برضو دي صوره اوضح واوضح، تمام، بس هنا الصوره دي موضحه بقى ايه الانتيرور شومبر قوي يعني، تمام. دي عندك الايريس اهيت، تمام، ودي الكورنيا. بص دي اسمها الانتيرور شومبر بقى، بص دي الصوره دي جميله موت يا جدعان. ديت الانتيرور شومبر، بص بقى الاكواس يبدا يتصرف من الانتيرور شومبر بقى من هنا، تمام، ويبص الاخرام ديت، تمام، ويعدي من الاخرام ديت، وبعد كده ايه يتصرف على بره، تمام. ودي طبعا اللينس، قلنا اللينس دي تبقى مربوطه في السيلر بودي بحاجه اسمها الزونيولز، تمام، عشان لما تعرف برضو ان السيلر المصري بيحصل لها كونتراكشن فبتاثر على اللينس دي، تمام. وطبعا البوستيريور فيتس قلنا ورا خالص، تمام، في الريتنا اهوت زي ما احنا قلنا، دي طبعا منطقه الفوفيا، يعني من اهم المناطق اللي بتبقى موجوده في الريتنا. وبانيو فيتس ده بيبقى جايب كله، المنطقه كلها احمرتها، تمام. ده كده خلصنا الاناتوميكال كلاسيفيكيشن. نخش بعد كده على الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن. الماوس عمال يعلق، صباح الفل. نخش مع بعض بعد كده على الايتيولوجيكال كلاسيفيكيشن، وده امره بسيط جدا ايه، يعني هنقسمها على حسب السبب. هل السبب ده كان سبب خارجي، مصدر خارجي فنسميه اكزوجينس، ولا مصدر داخلي فنسميه اندوجينس؟ طب ازاي مصدر خارجي وازاي مصدر داخلي؟ الاكزوجينس يعني واحد صاحبك كان بيزرع معاك، قام جايب قوت خشبه وخبطك واحده كده على مناخيرك على وشك، فعملت لك بنتريتنج تروما، خبطت اليوفيال تراك، تمام، عمل لك ده اسمه اكزوجينس يوفيتس، تمام. الانفلاميشن طبعا هو استجابه التيشو لاي حاجه بتحصل له، مثلا سواء خبطه او اي حاجه بقى، ده اسمه انفلاميشن، تمام. فاما واحد يخبطك على عينك وعينك تتاثر، ونفرض ان اليوفيال تراكت هو اللي يتاثر، فيعمل لك ايه؟ يوفيايتس، تمام. وطالما المصدر خارجي، خبطه بخشبه، دي مش حاجه جوه الجسم طبعا، فنسميها اكزوجينس، تمام. او دكتور ده ما عملش تعقيم كويس، فاثناء عمل عمليه جراحيه ما قام جاي اورجانيزم معين داخل بسبب التعقيم اللي مش كويس ده، عمل لك انفلاميشن في اليوفيال تراكت مثلا، تمام، وده برضه كان مصدر خارجي، تمام. نخش بعد كده برضه على الاندوجينوس يوفيتس. الاندوجينوس يوفيتس ده بسبب حدوث مصدر داخلي، ونفرض انت عندك اي انفكشن او اي انفلاميشن في الجسم كله، اتنقل عن طريق الدم طلع على العين، تمام، عمل لك انفلاميشن، تمام. انفلاميشن اللي حصل من حاجه من جوه الجسم ده بنسميه اندوجينوس يوفيتس، تمام. وده بصراحه اللي انا مش جاي اكلمكم فيه خالص، الكلام ده كله كلام سهل، لو جبت عيل صغير هيقعد يقراه هيفهمه، تمام. اهم حاجه عندي هي الكلينيكال كلاسيفيكيشن، او اللي بنسميها الكلينيكال فيتشرز، يا عم ايه ما اختلفناش. اول حاجه عندك ايه؟ السيمتوم. بص يا سيدي، الكلينيكال فيتشرز دي اهم حاجه نتكلم معاها هي الانتيريور يوفيتس. بص، عشان اول حاجه ما تنساش في الامتحان بيتحفظوا بالشكل ده، بنسميهم بين
ثلاث ريفلكسات ديكريز اوف فيجن ريد اي، دي اسمها طريقه الحفظ. ركز معايا، طريقه حفظهم ازاي، السيمتومز اي سيمتوم، سواء حصل لك مثلا انفلاميشن في الكورنيا، تمام، حصل السر في الكورنيا، حصل مثلا انفلاميشن في اليوفيال تراك في المنطقه اللي قدام ديت، بتقوم جاي حاطط السته دول ورا بعض على طول من غير ما تفكر، بين ثلاث ريفلكسات ديكريز اوف فيجن ريد اي. بيتحفظوا ازاي؟ بين ثلاث ريفلكسات ديكريز اوف فيجن ريد اي، عمرك ما تنساهم لو حفظتهم بالطريقه دي. خلينا نفهم ايه هو الكلام ده. اول حاجه عندك البين. البين إيه؟ هتلاقي في وجع في عينك، تمام. الوجع ده خصاصه ايه؟ هتلاقي حاجه كبسه على عينك، حاجه تقيله على عينك كده، بنسميها دال ايكنج بين. الوجع ده بيسمع، بتلاقيه بيسمع ليه الحواجب اللي هي المنطقه ديت اللي هي الاي برو، وبرده ممكن يسمع ايه في دماغك كده ويعمل لك ايه هيدك، تمام. نظرا لان انه بيتحكم في المش هو التراجيمينال نيرف، والبرانش بتاعه في برانش من التراجيمينال نيرف اللي هو اسمه السيلاري نيرف. البرانش ده برده بيتاثر معانا بالانفلاميشن، اما يتاثر بال نتيجه التوكسين او الانفلاميشن بيحصل حاجات غريبه جدا. بيحصل حاجه اسمها سبازم في السيلياري ماسل. ايه هي السيلياري ماسل ديت؟ بص معايا الصوره ديت هي صوره السيلياري ماسل، تمام. السيلياري ماسل ديت زي ما انت شايف في شويه خيوط كده بنسميها الزنيولز، وبعد كده عندك ايه مربوطه بمين؟ مربوطه باللينس. العضله ديت اما بيحصل لها الريتيشن، تمام، بيحصل لها سبازم جامد وكونتراكشن جامد، فتشد على اللينس ديت فيتغير شكل اللينس دي، تمام، فيحصل حاجه اسمها ايرور اوف ريفراكشن، تمام. ممكن برضو يحصل مشكله كبيره جدا 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 ونتيجه الانفلاميشن، شفت منطقه الانتيريور تشامبر ديت والخرام ديت اللي موجوده، طبعا الاخرام دي ممكن تتسد والموضوع يبوظ منك خالص، وتصريف الاكواس مش هتعرف تصرفه، تمام، اللي هي حاجه اسمها اكواس درينج، مش هتعرف تتخلص من الاكواس، فيبدا يتحوش الاكواس جوه العين، يزود الضغط على العين، فيحصل لك حاجه اسمها الجلوكوما اللي هي الميه الزرقاء في العين، واللي اعرف تعريفها دلوقتي اللي هو زياده الضغط جوه العين بنسميه جلوكوما، تمام. ده لو يعني الظروف ضاقت بيك وانت حظك وحش جدا، يعني الجلوكوما دي حصلت بسبب الانفلاميشن فبنسميها انفلاماتوري جلوكوما. وده كان بالنسبه لاول نقطه اللي هي نقطه البين، تمام. نخش مع بعض بعد كده على الثلاث ريفلكسات. الثلاث ريفلكسات بنسميهم ايه؟ الثلاث ريفلكسات دول بيحصلوا ليه؟ بسبب تاثر النيرف الخامس اللي هو التراجيمينال نيرف، الريتيشن اللي حصل فيه. بنسميهم ايه الثلاث ريفلكسات دول؟ فوتوفوبيا لاكريميشن بليفاروسبازم. ديت ايه هو الكلام ده؟ فوتوفوبيا زي الصوره دي بالظبط، العيان مش عارف يبص للضوء، كل لما يجي يبص للضوء خايف منه، مش اسمها انتولرانس تو لايت، مش عارف يتعامل مع الضوء، دي حاجه اسمها فوتوفوبيا. كل لما يجي يبص للضوء يحط ايده كده، مش قادر ابص، تمام. تاني حاجه عندك اسمها لاكريميشن، تمام، العين العيان دي عماله تدمع جامد، تمام. تالت حاجه عندنا اسمها البليفاروسبازم. البليفاروسبازم ده هي ديت العين عماله بتحاول تقفل عشان تحمي نفسها. كل الطرق ديت هي عباره عن رد بروتكتيف من الجسم، الجسم بيحاول يحمي نفسه، حاسس ان في ضرر عليه فبيحاول يبعد الضرر ده عن طريق مثلا فوتوفوبيا، مش عاوز يبص للضوء، حاسه ضرر، بيزود مش عاوز العين تحصل لها جفاف، فاللاكريميشن عمال يزيد، تمام. وبرده عينك بتقفل، حاجه اسمها البليفاروسبازم، ده تلاقي عينك مقفوله كده زي الصوره اللي قدامك دي، تمام. ده بالنسبه برضو للثلاث ريفلكسات. وبعد كده عندك حاجه اسمها ديكريز اوف فيجن. ليه الديكريز اوف فيجن ده بيحصل؟ بس قبل ما نعرف ليه الديكريز اوف فيجن ده بيحصل، دي صوره برضو هتوضح لك الكونتراكشن والريلاكسيشن بتاع السيلياري ماسل. عشان لما يحصل سبازم في السيلياري ماسل، تمام، ايه اللي بيحصل؟ قلت لك حجم او شكل اللينس بيتغير. بص، لما حصل كونتراكشن اللينس تحسها كبرت شويه، تمام، فهيحصل هنا ايرور اوف ريفراكشن معين، او بتريح السيلياري ماسل تلاقي ايه رجعت حجمها قل شويه، تمام. وده برضو هنا بيحصل ايرور اوف ريفراكشن معين، وهنا بيحصل ايرور اوف ريفراكشن معين. خلصنا كده البين والثلاث ريفلكسات، بقى لنا الديكريز اوف فيجن والريد اي. نخش مع بعض على الديكريز اوف فيجن. امتى يتاثر الرؤيه بتاعتك، او امتى العيان ده ما يشوفش بشكل كويس؟ في عندك اسباب بتحصل بدري جدا واسباب بتحصل ليت. ايه هي الاسباب اللي بيحصل بدري؟ عندك حاجه اسمها هازي كورنيا. الكورنيا هي المنطقه، هي دي منطقه شفافه كده، تمام، بتلاقي عليها شويه نقط كده، تحس ان في ضباب على الكورنيا، دبان واقف على الكورنيا كده، مخلي الصوره لما تيجي تخش ما تخشش صوره كامله نقيه، تمام، لا تخلي الصوره كده ايه ملغوشه، تمام. إيه كل العقاره او التوكسينز او الانفلاماتوري سيلز اللي موجوده ديت في المنطقه دي على الكورنيا ديت بتخلي الصوره داخله مش واضحه، فانت تشوف بشكل مش كويس. او بيحصل حاجه عندك اسمها كيراتيك بريسيبيتيد، ودي عباره عن اللي هي الكي بي اس دي، اسمها كيراتيك بريسيبيتيد، ودي حاجه مهمه جدا جدا في العملي، والصوره دي صوره مهمه جدا في العملي، تمام. جيت لنا سبحان الله في ثلاث امتحانات قبل كده، تمام، في سنه ثانيه وفي ثالثه. الصوره دي، تمام، يعني ايه كيراتيك بريسيبيتيد؟ دي عباره عن ترسبات من الانفلاماتوري سيلز على الاندوثيليوم بتاع الكورنيا، تمام. دي برضو بتخلي الصوره زي الصوره اللي واضحه قدامك دي، الحاجات دي دي بتخلي الصوره تخش مش واضحه، تمام، فيحصل برضو للعيان ده ان الرؤيه بتاعته تقل شويه، تمام، نظره يضعف، تمام. وبعد كده عندك قلنا في الاول خالص في منطقه اسمها، اطلع في الاول خالص مع بعض، قلنا هنا في منطقه الانتيرور شومبر، وهنا في الفيتراس، تمام. هنا في ممكن يحصل تربيديتي، عقاره في المناطق ديت المفروض السائل فيهم يبقى كلير عشان الصوره ما تيجي، الصوره ما تعدي من هنا من خلاله كده، تمام.
الصوره تعدي كلير. هنا بقى لو حصل تربيديتي اتملى بقى بالبروتينات والانفلاماتوري سيلز والتوكسينز، هتيجي الصوره تعدي، هتعدي ايه ملغوشه، فمش هتطلع على الريتنا بشكل كويس، والشعاع ما يجي ينعكس وتظهر الصوره قدامك مش هتظهر بشكل كويس. تمام، ده برضو اسمه بسبب التربيديتي في الاكواس والفيتراس. اخر حاجه عندك اسبازم في السيلياري ماسل. فاكر بقى الصوره دي؟ شفت الصوره دي؟ اما انا قلت لك هيحصل اسبازم في السيلياري ماسل، هتتغير حجم اللينس، فهيدي ايرور اوف ريفراكشن معين. تمام، يعني هيحصل مرض معين، ولو حصل ريلاكسيشن حجمها يتغير وهتدي مثلا مشكله معينه. احنا قلنا هنا ايه اللي حصل عندنا؟ حصل اسبازم في السيلياري ماسل، يعني السيلياري ماسل ديت ايه حصل لها انقباض. اما السيلياري ماسل دي تحصل لها انقباض فبتزود من القوه بتاع الانعكاس، تمام، اللي هو حاجه اسمها ريفراكتيف اندكس، هتاخدها في الايرور اوف ريفراكشن قدام. لو يعني انت ما فهمتش النقطه دي دلوقتي ما تهتمش بيها خالص، وانا افهمها قدام، فافهم بس الكلمتين دول عشان لو جيت في الامتحان تعرف تكتبهم. ان اما يحصل اسبازم في السيلياري ماسل قوه العين هتزيد. طالما قوه العين بتزيد، المفروض انت لو نفرض دي عندك منطقه الريتنا، تمام، الصوره ما تكون داخله المفروض انها تقع على الريتنا مباشره. تمام، لو حصل، بص دي، لو حصل ان الصوره وقعت قدام الريتنا هنا، ده يحصل ايرور اوف ريفراكشن معين. ولو عاوزين نقول تاني، ولو الصوره وقعت، ولو الصوره وقعت ورا الريتنا هنا، يحصل ايرور اوف ريفراكشن معين. ازاي بقى الكلام ده؟ واحده واحده. ده حاجه بنسميها ايميتروبيا، تمام، اللي هو الصوره وقعت على الريتنا، يعني العين ده ما فيش فيه عنده اي مشكله. طب ولو العين يعني قوه العين زادت، بتقع الصوره قدام الريتنا. تمام، انت عارف الانسان القوي بيخلص شغله بدري بدري، فالعين لما بتقوى بتخلص شغلها بدري، فبتخلص شغلها قبل ما توصل المكان، يعني خلصت شغلها قبل المكان الرئيسي بتاعها، فخلصت شغلها فين؟ قبل الريتنا، قبل الوقوع. معلش التسجيل فصل. قلنا لو الصوره، لو الانسان قوي هتلاقيه بيخلص شغله بدري بدري. تمام، ف العين زي ما احنا قلنا اما حصل فيها كونتراكشن في العضلات، العضلات قوه العين زادت فخلصت شغلها بدري، فوقعت الصوره قبل الريتنا، وده بيحصل مرض معين اسمه مايوبيا. تمام، مايوبيا ده معناها بنسميها احنا بالعرب قصر النظر، فالعيان ده ما بيشوفش البعيد وبيشوف القريب بس. تمام، ده اسمها قصر النظر، مايوبيا. اما لو حصل ان الريتنا بقى ريحت خالص، هتخلص شغلها براحتها براحتها براحتها، العيال لما الانسان لما بيريح بيخلص شغله براحته، فيقوم جاي سارع خالص، فتلاقيه تجاوز المكان تماما، يعني بدل ما الصوره تقع على الريتنا، ده وقعت ورا الريتنا. دي بنسميها حاجه اسمها هايبر ميتروبيا. يعني ايه هايبر ميتروبيا؟ يعني العيان ده عنده طول نظر، بيشوف الاجزاء البعيده وما بيشوفش الاجزاء القريبه. احنا بقى ايه اللي حصل عندنا في حالات اليوفيتس؟ اللي حصل عندنا ان حصل كونتراكشن في السيلياري ماسل. ما حصل كونتراكشن في السيلياري ماسل، قوه العين زادت، فما قوه العين زادت خلصت شغلها بدري، فسقطت الصوره قبل الريتنا، فحصل حاجه اسمها المايوبيا. الحمد لله خلصت النقطه ديت، ولو مش فاهمها هنشرحها بقى بالتفصيل في الايرور اوف ريفراكشن، اللي هو دروس المايوبيا والهايبر ميتروبيا والليله دي كلها. تمام، ده كانت بالنسبه لي لحاجه في الكتاب كده، هتلاقي الاسبازم في السيلياري ماسل بيعملها حاجه اسمها انديوسد مايوبيا، يعني كلمه وقفتني ده كله. تمام، في اخر خالص حاجه في الليت كوزز بقى، لو العين ده بقى الانفلاميشن طول معاه، يحصل عندك كونجيشن واديما. دي بقى طبعا صوره يعني بالمتصوره بالسليت لامب داخل جوه الريتنا. تمام، ديت لما تيجي تبص في الجهاز جوه الريتنا، ده طبعا الاوبتيك ديسك، دي منطقه اسمها الماكيولا. الكلام ده انا عارف انتم مستغربينه، هتعرفوه والله كله ما تقلقوش. دي منطقه الاوبتيك ديسك زي ما قلنا، ودي اسمها الماكيولا. الماكيولا ديت اما يحصل فيها اديما، دي اصلا اهم منطقه في العين. تمام، المنطقه ديت لو حصل فيها اديما بيحصل حاجه اسمها ماكيولار اوف، الفيجن بتاعك بيروح في داهيه، يعني بتبقى خلاص ما بتشوفش اصلا. تمام، اما الايديما تزيد بقى والانفورميشن يزيد، يحصل لحد ما يصل للماكيولا ديت، بيبدا النظر بتاعك يروح تماما، يعني خلاص كده انت بتودع يعني. بس دي بتبقى حالات متاخره جدا جدا، او ممكن يحصل حاجه اسمها بابيلايتس، اللي هو انفلاميشن في الاوبتيك ديسك ده. تمام، برضو الاوبتيك ديسك ده يعني منطقه مهمه جدا جدا في الريتنا، فلو حصل فيها انفلاميشن الرؤيه بتاعتك بتقل جدا. وبعد كده عندك حاجه اسمها السكندري جلوكوما اللي احنا قلنا عليها، قلنا لو حصل جلوكوما نتيجه بقى للانفلاماتوري سيلز راحت سدت الانتيريور تشامبر، مش هتعرف تعمل تصريف للاكواس، ضغط جوه العين عمال يزيد، فيبدا الرؤيه بتاعتك تقل شويه. تمام، بعد كده هنخش على اخر حاجه خالص اسمها الريد اي او السيلاري انجكشن. ده عباره عن كونديشن وفاز دلاتيشن في البلاد فيسلز، هتلاقي عينك بدات تحمر كده زي ما انت شايف. ودي صوره برده ايه مهمه جدا في امتحانات العمل، وبرده الصوره دي مهمه في امتحانات العمل، بس انا هشرح ملف العمل لوحده ما تقلقوش. تمام، هنبصمجه سوا كلنا. وكده خلصنا السيمتومز بتاعت ايه اليوفيتس. هنخش يعني بعد كده الانتيريور يوفيتس، هخش بعد كده على الساينز. بس كان في كلمتين بسيط في الكتاب كده بيقول لك اللي هي الكرونيك انتيريور يوفيتس، اللي هي العين بتلاقيها لونها ابيض كده، خلاص الحاله بقت كرونيك، يعني ما فيش ساينز اوف اكتيف انفلاميشن، ما فيش ريدنس وتندرنس ويعني سيلري انجكشن، هتلاقي قليل شويه. حتى لو في سيفير انفلاميشن، حتى لو في انفلاميشن موجود، بس خلاص يعني الاعراض بتاعت الاكتيف انفلاميشن ما بقتش موجوده بشكل قوي يعني. تمام، ده بالنسبه للكرونيك، هتلاقي لون العين ايه مبيض شويه.
ده بالنسبه للكرونيك انتيريور يوفيتس. هنخش بقى على حاجه ارخم وارخم اللي هي اسمها ساينز اوف يوفيتس. تمام، نركز مع بعض بقى. نخش بقى مع بعض على الساينز، واول حاجه عندنا في الساينز هي الليد اديما. تمام، هتلاقي العين بدات تجمع فيها دم كده، تحسها ايه بدات تورم شويه، بس الصوره مش واضحه اكتر للاديما. هي دي صوره اوضح للسيلاري انجكشن، بس شفت دي منطقه الليد. انا هشرح الصوره دي، منطقه الليد هتلاقي تجمع بقى الفلويد والاكسيوديت بسبب الانفلاميشن. هتبدا المنطقه دي ايه تورم شويه، يحصل فيها سويلنج. تمام، منطقه الليد كده. تمام، وطبعا إيه قلنا طبعا ده في حاله انفلاميشن. انفلاميشن انت حافظ كونجيشن لازم يبقى موجود في اي حالات انفلاميشن. الكونديشن عندنا هنا بنسميه سيلاري انجكشن، فده اسمه سيلاري انجكشن. خلينا نجيبها بلون تاني، ساينز دي سهله طبعا، ده اسمه سيلاري انجكشن. ففي الاول كده على طول حاجتين بسيط جدا جدا، انت طبعا عندك ايه، عندك انفلاميشن، فاي انفلاميشن هتلاقي فيه اديما وكونديشن. الاديما هنا هتبقى موجوده في الليد، وعندك الكونديشن عندنا هنا بنسميه سيلاري انجكشن، وبيبان بالشكل ده زي ما انت واضح. دي الصوره دي مهمه في العمليه. تمام، وطبعا قلنا اعراض الانفلاميشن اللي هي الاكتيف انفلاميشن واكيوت انفلاميشن دي ممكن تبقى مش موجوده في الحالات الكرونيك، تلاقي لون العين هنا بيضاء عادي جدا، يعني مش باين فيها ساينز اوف انفلاميشن خالص. تمام، نخش بقى مع بعض على نقطه ثانيه خالص اسمها الكراتيك بريسيبيتيت. واحنا كنا اتكلمنا عن الكراتيك بريسيبيتيت من شويه، ما كنا بنشرح الكلينيكال فيتشرز، وقلنا ان هي عباره عن شويه ترسبات من الانفلاماتوري سيلز على سطح الاندوثيليال سيلز او الاندوثيليوم بتاع الكورنيا. تمام، هي دي زي دي كده، شايف الترسبات دي؟ لما اقرب لكم، شايفين الترسبات ديت، دي اسمها عباره عن كراتيك بريسيبيتيت. الصوره دي بقى مش مهمه في العمليه، دي اهم من حياتك، الصوره دي اهم من حياتك اصلا، بصمجه مع بعض تاني في العمليه. تمام، هنيجي بقى نشرح الانتيريور تشومبر لوحدها ونقول ايه اللي حصل في الانتيريور تشومبر. تمام، ده قلنا ده اللي هو الكراتيك بريسيبيتيت بنسميه كي بي اس. حلو، واللي تحت ده برده مهم جدا جدا، وده غالبا لازم هيجي لكم عليه سؤال في العمليه، ده بنسميه الهايبوبيون السر، بس ايه شويه كده هنقولها لكم. تمام، نتكلم بقى على الانتيريور تشومبر، شوفوا الكلام ده، يعني دي الاجابه عشان لو حد عايز يعرف بس ايه الكلام ده اللي هو ايه ده ايه. تمام، اللي هو ايه بقول لك بريسنس اوف سيلز اوف فيلير، ده انا هشرحه دلوقتي. بي ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكراتيك بريسيبيتيت، والسي ده اللي احنا قلنا عليه الهايبوبيون السر. فدي الاجابات لو حد عايز ياخد باله منها. تمام، وديت الصوره اللي احنا هنشرح عليها بقى ايه كل حاجه حصلت في الانتيريور تشومبر. بس انا بس حبيت اوضحها كده الاول على ان الصوره ديت هتجي لكم في العمل، واغلبنا اصلا ما كناش عارفها السنه اللي فاتت، مش فاهمين ايه الصوره دي اصلا، بس هم شالوها لنا يعني. واحده واحده بقى، اول حاجه عندك فهمنا عن ايه كراتيك بريسيبيتيت، وهي ترسبات من الانفلاماتوري سيلز على سطح الاندوثيليوم بتاع الكورنيا. تمام تمام، نيجي نخش بقى على الانتيرور شومبر. الانتيرور شومبر هتلاقي فيها حاجه اسمها اقوس فيلير. يعني ايه اقوس فيلير؟ هتلاقي فيه بدا نتيجه الانفلاميشن البرميابيليتي بتاعه البرجرز اللي بتبقى موجوده في العين بدات تزيد شويه البرميابيليتي، وبدات تدخلك بقى شويه بروتينات. تمام، البروتينات نتيجه الانفلاميشن دي تبدا تترسب وتتجمع في منطقه ايه الانتيرور شومبر، فتلاقي الاقوس اللي هو السائل بتاعنا ده بدا البروتينات فيه تزيد. تمام، اما البروتينات تزيد في الاكواس يومر دي بحاجه بنسميها اكواس فيلير، وده النقطه اللي هي رقم ايه. تمام، النقطه رقم بي زي ما قلنا قبل كده دي اللي هي الكراتيك بريسيبيتيت. تمام، ونتيجه الانفلاميشن برضو بتلاقي في شويه انفلاماتوري سيلز موجوده جوه العين. تمام، وده في سؤال هنا ممكن بقول لك ايه هي الحاجه اللي بتدل على الاكتيف انفلاميشن، لازم تقول هنا هي الاكواس سيلز، الخلايا هي اللي بتدل على الاكتيف انفلاميشن وليس البروتين. تمام، وبعد كده حاجه اسمها الهايبوبيون السر. تمام، الهايبوبيون السر دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. تمام، وهي تراكم البص جوه العين، تراكم البص والفيبرين جوه العين. تمام، هتلاقي في السيفير كيسز كده البص هيبدا يتجمع تحت كده، نتيجه الجاذبيه تلاقي يتجمع تحت، بتبدأ بالجامعة تلاقي بتجمع بالشكل ده كده بالظبط. تمام، ده بنسميه هايبوبيون السر. يعني ايه هايبوبيون؟ هايبو يعني تحت، وبيون ديت بايون ديت اللي هو البص، تجمع البص تحت. تمام، في المنطقه السفليه من العين. تمام، فده اسمه هايبوبيون السر. دي الصوره دي مهمه جدا جدا في الامتحان. تمام، برضو عندك حاجه مهمه جدا وهي اسمها الهايفيما، وديت تجمع الدم في المنطقه السفليه من العين. تمام، دي برضو صوره ثانيه للهايبوبيون السر. تمام، انزل تحت عشان اهي دي صوره الهايفيما، برضه نفس صورة الهايبوبيون. تمام، تحت برضه، بس بدل ما نقول الهايبوبيون زي ما انت شايف فوق لونه ابيض، هنا دي لونها ايه احمر، عشان دي اسمها هايفيما، تجمع الدم. تمام، ودي اشهر حاجه بتحصل فيها هي التروما. تمام، ممكن يسال في الامتحان يقول لك سؤال ام سي كيو يقول لك الهايفيما دي بتحصل فين، احنا بنحفظها بطريقه معينه اسمها ايه، هيربيتك دايابيتك تروماتيك اند جونوكوكال، او تروماتيك دايابيتك هيربيتك اند جونوكوكال، بتاخد المقطع اللي هو دايابيتك هيربيتك تروماتيك ده مع بعضه والجونوكوكال في الاخر. تمام، ده تعريف بتاع الهايفيما ده ايه، اكتبه في الجنب كده، هو بريسنس اوف بلاد، وجود دم في خلال في منطقه الاكواس فلويد فين، في الانتيرو شامبر. تمام، ده اللي هو ايه الهايفيما. تمام، ونخش بعد كده على الايريس. الايريس هتلاقي الايريس بدات تفقد شكلها. تمام، تفقد شكل الايريس
بتدخل حاجه اسمها البوستيرو ساينيكيا، اللي هي اطلع فوق خالص بقى الصوره لما كنا فوق. العين بتبدا ايه منطقه الايريس هنا الحته دي بالظبط كده، بيبدا يحصل نتيجه الانفلاميشن ان هم يلزقوا من بعض، ما يلزقوا مع بعض يحصل حاجه اسمها يعني افهم افهم دلوقتي البوستيرو ساينيكيا دي، افهم ان هم ايه بيحصل تلزيق في منطقه الايريس ده والسيلر بادي والحته ديت، بيبداوا يلزقوا مع بعض. اما يلزقوا مع بعض تبدا ايه شكل الايريس تتغير بالشكل ده، تمام. دلوقتي بدات تديك اشكال معينه، احنا بنطلق على الاشكال دي ايه فيستون شيبد بيوبل، زي الشكل ده مثلا معين، بس ده بير شيبد بيوبل مش فيستون شيبد، تمام. وممكن برضه تلاقي اشكال ثانيه ده اسمه بير شيبد بيوبل دوت، برضه بيحصل بسبب بوستيرو ساينيكيا. اي حاجه تحصل تغير في سبب في شكل الكورنيا، شكل الايريس عفوا، بنسميها بوستيرو ساينيكيا، تمام. وممكن برضه هتلاقي حاجه اسمها الايريس النوديول، النوديول اللي في الايريس ديت شايفينها النوديول اهي، النوديول اهي، دي نتيجه تكون جرانيولوما على سطح الايريس، بيبدا يظهر حاجه اسمها النوديول. النوديول ديت مهمه جدا جدا في الجرانيولوميتاس يوفيتس، تمام. وانا بس يعني ايه مصطلح البوستيرو ساينيكيا ده اللي هو غريب عليكم بس شويه، تمام، ولكن هوضحه لكم برضه عشان ايه ما يعني ما تسيبوش الموضوع كده خالص. بص معايا بقى الصوره ديت، دي هنوضح فيها يعني معنى البوستيرو ساينيكيا. بص البوستيرو ساينيكيا ده معناها ان اللينس والايرس الباك اوف ايرس اللي هو الحته الاخيره دي من الايرس، تمام، تبدا تلزق في اللينس، تمام. دول اما يلزقوا في بعض الحته دي اما يلزقوا في بعض، تمام، هنا اما يلزقوا في بعض يعمل لك حاجه اسمها بوستيرو ساينيكيا. البوستيرو ساينيكيا دي اللي هو الادهيجن ما بين الايرس اخر اخر حته في الايرس واللينس، في منه كذا شكل، تمام. ممكن تلاقيه في منطقه معينه بنسميه لوكالايزد، ممكن يعني تلاقيه عند البيوبيلاري بوردر من هنا كده وعامل لك شكل حلقه كده فبنسميه رينج، تمام. ممكن يكون واخد الجزء ده كله فبنسميه توتال، تمام. ده بالنسبه ايه لل البوستيرو ساينيكيا. عشان كده خلاص وضحنا البوستيرو ساينيكيا، بقى لنا حاجات بسيطه خالص جدا اللي هو الهيتروكروميا. الهيتروكروميا ديت بتلاقي كل لون من الايريس مختلف، يعني سواء بقى كل عين بلون لوحدها، زي مثلا دي صوره مثلا ديت نفس العين بس في لون هو ازرق ده ولون بني، دي بتسميها حاجه اسمها هيتروكروميا، تمام، اللي هو اللونين مختلفين. وفي حاجه اسمها ريبيوزس كده هتلاقيها في الاخر، هتلاقي في بدات تكون بلاد فيسلز في العين دي، حقيقي ريبيوزس دي اسمها ريبيوزس ايرايدز. يعني ايه ريبيوزس ايرايدز؟ هتلاقي ان في تكون نيو بلاد فيسلز، ليه؟ لان نتيجه الانفلاميشن البلاد فيسلز بدات تضعف، تمام، فالعين بدات تكون بلاد فيسلز لنفسها جديده، تمام. ده بنسميه ايه ريبيوزس. بنخش بعد كده عندك على تاثير على البيوبل، ودي حاجه مهمه جدا جدا. البيوبل اهيت، بص ده تيست بنعمله، احنا بنجيب الكشاف ونقرب النورمال العين، اول ما تقرب من العين بتلاقي بص البيوبل صغرت ازاي، صغرت جدا، تمام. قارن البيوبل دي بالبيوبل دي، عينك قفلت عشان ايه؟ تمنع دخول اللايت الكتير ده، تمام. ولو بعت الضوء ده عن عينك هيرجع عادي خالص العين اهيت بحجمها الطبيعي. انت بقى دي العين العاديه خالص. انت بقى لو جبت عيان عنده انتيريو فياتس وجبت عملت جيت تعمله التيست ده، تمام، هتلاقي كل ما تقرأ تعمل تبص على البيوبل، تمام، هتلاقي الرياكشن بتاعها ضعيف جدا جدا جدا، يعني استجابتها للكونستراكشن والكونستريكشن والدايلاتيشن يعني بطيء جدا جدا. ده بنسميه سلاجش ان رياكشن، تمام، اللي هو بطيئه في الرياكشن بتاعها بسبب التوكسين والكونستريكشن الشديد عليها، تمام. طبعا في الطبيعي جدا انت هتيجي تبص على العين، احنا قلنا عندك ان العين ديت السيلري ماسل فيها ايه سبازم، اما السيلري ماسل دي بيكون فيها سبازم بتاثر على مين؟ على اللينس، وبتخلي اللينس بتغير من حجمها، وكمان بتاثر على مين؟ على الكونستريكتور بيبلي ماسل، تمام. الكونستريكتور بيبلي ماسل بتاثر عليها، تمام، فبتعمل كونستريكشن قوي. فبتيجي تبص على العين في الحاله الطبيعيه هتلاقي نفس الصوره دي، تمام، من غير اللايت، تمام، هتلاقي الصوره في حاله كونستريكشن في الاول خالص. ولو جيت تعمل بقى التيست بتاع اللايت ده هتلاقي الرياكشن بتاعها ضعيف جدا جدا، اسمه سلاجش ان رياكشن. وبعد كده في الاخر خالص نتيجه بقى الادهيجن ما بين الباك اوف ايرس مع اللينس اللي هو حاجه اسمها البوستيرور ساينيكيا، العين بقى يبقى ايه تدي شكل مختلف خالص اللي هو يا اما في ستون شيب، يا اما تدي بير شيب اللي هو بنسميها الريجولار بيوبل، تمام. بنك برضو اللينس تيجي تبص عليها هتلاقي بدا يترسب عليها شويه بيجمنت كده، او المفروض ان اللينس دي بتكون شفافه، تمام، ولكن نتيجه الانفلاميشن هتلاقي بدا يحصل عليها شويه ترسبات على الانتيرو كبسول بتاعها، تمام. برضو انت عندك في شويه خلايا كده هتلاقيها، عندك اقوى سيلز وفيترا سيلز، هتلاقي في شويه فيترا سيلز دي موجوده في الانتيرو شومبر، تمام. وبرده هتلاقي عندك على السيلر بودي لما تيجي تبص عليها هتلاقي الكلام ده كله قلنا قبل كده، السيلر بودي لما تيجي تبص عليها هتلاقي في العضله مشدوده جدا جدا جدا، تمام، بسبب الاريتيشن اللي عليها. وطالما العضله مشدوده هتغير في حجم اللينس فهتعمل لك حاجه اسمها مايوبيا، وطبعا فيها اريتيشن وانفلاميشن، فهتلاقي على يعني اي انفلاميشن بيبقى موجود في مكان معين بتلاقي فيه في تندرنس كده، يعني لو لمست العضله بتلاقي فيه وجع،
وقلنا برضك اخر حاجه خالص اللي هي الانترا اوكيولار بريشر، التاثير على العين. تمام، دي طبعا صور للتغير في حجم اللينس. تمام، ودي طبعا صوره الفستون شيبد بيوبل بتاع البوستيرو سانيكيا، دي كلها تغيرات. ودي بتبقى عباره عن ترسبات من شويه مواد كده على اللينس. تمام، دي صوره ليهم. واخر حاجه خالص عندك اللي هو زياده الضغط في العين. تمام، ودي صوره هتوضح الكلام ده كله. انت المفروض عندك ان انت الاقوس بيطلع بيطلع من السيلري بودي، المفروض انه يعدي على الانتيريور شومبر، وبعدين يعدي على الترابيكولار مش ورك، وبعد كده يتصرف خالص بره الجسم. تمام، طب انت بقى لو حصل المشكله ديت، حصل ان الايرس اترفع لفوق فسد ترابيكولار مش ورك، فيجي يطلع السيلري بودي يطلع اقوس هيومر، الاقوس هيومر ده مش هيعرف يطلع، فيبدا يتجمع هنا يتجمع هنا يتجمع هنا، فيضغط على العين فيزود ضغط العين. ده ممكن يحصل، وممكن عادي خالص ما يحصلش الكلام ده كله، وضغط العين تلاقيه نورمال خالص، ان هو طالما ان في تصريف الاقوس تمام زي الصوره دي. تمام، ممكن الاقوس خلاص عارف يطلع، فتلاقي ضغط العين عادي. ممكن يقل لان السيلري يحصل فيها مشكله، فما يحصلش اصلا انتاج للاقوس، فانت تلاقي عندك هنا ايه الاقوس ما بيطلعش، فيقل تكوين الاقوس او يقل الاقوس جوه العين فيقل الضغط. فانت عندك الضغط هنا ليه ثلاث حاجات، ممكن يبقى نورمال، ممكن يبقى ديكريزد، ممكن يبقى انكريزد. نورمال لو عادي التصريف بتاعه سليم ومفيش اي مشكله خالص، بيتكون بشكل كويس ويطلع بشكل كويس. امتى يزيد؟ يزيد اما ضغط العين يزيد، اما الانفلاماتوري سيلز مثلا تسد منطقه الانتيري شومبر دي او تسد ترابيكولار مش ورك، فما تعرفش تتصرف. تمام، طالما انت ما عرفتش تصرفه هيبدا يتراكم جوه العين ويزيد ضغط العين. تمام، او قلنا ان السيلري بودي ده هو اللي بيكون مين، هو اللي بيكون الاقوى سيومر. طالما باظ السيلري بودي اكيد مش هيكون اقوى سيومر، ما تكونش الاقوى سيومر، مفيش حاجه هتبقى موجوده في العين، فمفيش ضغط خالص في العين، فضغط العين هيقل. واتمنى اكون قد النقط اللي موجوده ديت كده اتسهلت عليكم، ولو في اي حاجه مش فاهمينها قولوا لي وانا هوضحها لكم. يعني لو في حاجه كده انا ما وضحتهاش خالص يعني قولوا لي هوضح لكم. بصوا زي ما انتوا عايزين، لو عايزين تتصعوا يعني من السنه الجايه ان شاء الله الدرس يكون بسيط عليكم باذن الله.